انا كنت حرفيه ودرت وزه كيما حتى يابس وهذه الزبده تاع بقره. كانت فيه طبعا تفقد لانطلاق قافله تضامنيه لمناطق الظل استمرارا للقوافل التضامنيه التي تم اطلاقها يوم 1 ابريل. وكذلك شفنا فيه ان المستفيدين ايضا من وكاله القرض المصغر يعني مشاريع ناجحه وماشيين في اطار تدعيم هذه المشاريع وتوسعتها من اجل يعني تشجيع الانتاج المحلي، كذلك توزيع بعض الاستفادات من القروض المصغرة، وكذلك بالنسبة لدعم الأسر المنتجة والنساء الماكتات في البيت.